ولمزيد من المتابعة حول الاجتياح البري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، معنا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزينة، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية. تحياتي لك أستاذ جهاد، وكيف ترى هذه العملية السريعة في قوات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي العملية البرية التي كانت تخطط لها منذ الكثير؟ يعني ما يجري على الأرض الفلسطينية هي حالة من الهستيريا والجنون الذي أصاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إشغال كل أدواتهم، أدوات القتل في استهداف الشعب الفلسطيني، وخاصة نحن ندرك جيدا بأن هذا الأمر الذي تقوم به حكومة الاحتلال من خلال البدء بعمليات القصف الجوي والقصف البري والقصف البحري الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني في هذا السياق. وفي إطار هذه المواجهة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، نستطيع القول بأن لن تغير هذا شيء من المعادلة. أما عما يتعلق بفكرة الحرب البرية، فأعتقد بأن إسرائيل تريد أن تنفذ عمليات خاطفة بداخل قطاع غزة، وليس أن تجتاح أو أن تحتل قطاع غزة، لأنها تدرك هذا الأمر، تدرك بأن هناك مخاطر كبيرة ستواجهها في هذا السياق. لذا أعتقد بأن حالة الهجوم الشرس الذي يمارس من قبل حكومة الاحتلال الآن هو في محاولة لضرب كل ما هو فلسطيني، أو كما نقول في محاولة لهدم القوة التي موجودة لدى الشعب الفلسطيني، وهزم الروح المعنوية، غير مدركين بأن لن تستطيع هذه القوة مهما أن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني لا يوجد هناك كارثة أكبر من الكارثة التي يعيشها على مدار 21 يوم متواصلة. لذلك على العالم أن ينتفض الآن بشكل سريع وأن يتخذ قرارا لإنقاذ 2 مليون فلسطيني يتعرضون لمجزرة لحرب إبادة من قبل قوات الاحتلال، والتي تريد قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وتريد تدمير كافة البنى التحتية، وإعادة كما ادعى جنرالاته وكما قال وزراء حرب بأنها تريد إعادة قطاع غزة إلى القرن الماضي، إلى 1920، أي بمعنى دمار كل ما هو موجود في الأرض الفلسطينية. دكتور جهاد، كانت قوات الاحتلال منذ قليل تتحدث، أو طوال اليوم تتحدث عن هدنة ربما لمدة يوم أو ساعات، برأيك هل أعطيت الضوء الأخضر اليوم بعد تصريح ببدء عملية الاجتياح البرية اليوم على غزة؟ يعني هي تحاول إيقاع أكبر قدر من الخسائر بحق الشعب الفلسطيني في هذه الفترة، مستغلة عامل التوقيت، لأننا ندرك بأن هناك جهود تبذل، جهود مصرية وجهود قطرية باتجاه الحصول على هدنة، بالإضافة ما يجري الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة من كلمات ومن ما يجري من حديث حول القرار الذي قدم، مشروع القرار العربي الذي قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه من أجل وقف العدوان، وقف إطلاق النار، المساعدات وفتح ممر إنساني عاجل في هذا السياق. لذلك أعتقد بأن إسرائيل تحاول أن توقع أكبر قدر من الخسائر، وأن تحاول أن كما نقول أن تقول بأنها نفذت جزء كبير من عملياتها العسكرية قبل أن يأخذ المسار السياسي أو المسار التفاوضي مجاله بشكله الحقيقي. دكتور جهاد، في أحداث 7 أكتوبر الجماعات الجهادية الفلسطينية سيطرت على مواقع عسكرية هامة، وأسروا العديد من القيادات الإسرائيلية الكبيرة والتي كانت مدربة على هذه العملية البرية، وسيطرت أيضا على وثائق هامة عسكرية كانت بها مخططات لهذه العملية البرية. برأيك في ظل غياب كل هذه العناصر الهامة في الجيش الإسرائيلي، هل من الممكن أن تكون هذه العملية البرية سهلة عليهم؟ لا أعتقد ذلك، لأن إسرائيل تدرك جيدا بأن الدخول إلى قطاع غزة ليس بالنزهة التي سيقوم بها جيشها، لأنها تدرك بأنها ستتلقى الكثير من الخسائر، والتي لا يستطيع نتنياهو وحكومتها التحمل للمزيد من الخسائر، لأنهم يدركون جيدا في ظل حالة الغضب بداخل الشارع الإسرائيلي الذي يرى بأن إسرائيل حتى أو الحكومة الحالية هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يبدو بعدما قررت أو فعلت حكومة الاحتلال بروتوكول هانيبال الذي يسمح حتى بقتل الأسرى أو المحتجزين الخاصين بدولة الاحتلال، هذا الأمر الذي أصبح لا يعنيهم كثيرا، ولذلك هي تحاول إسقاط الورقة من يد المقاومة التي تحاول أن تراهن عليها المقاومة الفلسطينية،
سواء بوقف اطلاق النار او بادخال المساعدات الغذائيه وادخال او فتح ممر انساني امن. هي تحاول من خلال هذا القصف من كافه المحاور ان ترسل رساله باننا نريد القضاء على فلسطين وباننا لا يعنينا كثيرا الاصل في ظل المناشدات سواء الامريكيه او الاوروبيه او دول العالم بمحاوله فتح الممرات الانسانيه واعطاء مجال للعمل السياسي باتجاه اعاده اطلاق سراح المحتجزين. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني واستاذ العلوم السياسيه. وكما تشاهدون مشاهدينا هذه التغطيه الخاصه حول الاجتياح البري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.